حياكم الله في آخر موضوعات يا هلا لهذا المساء. موضوع يعني يستحق العناية والرعاية والاهتمام. اليوم خريجات كلية العلوم والمتخرجين إجمالا من كليات العلوم، هنالك منفذ آخر فتحته هيئة التخصصات الصحية، يمكن أن يكون سبيلا ميسرا إلى التوظيف والاستفادة من هذا التخصص في المجال الطبي والصحي. كيف تصير هذه الاستفادة وكيف فتحت هذه النافذة الاستثمارية العلمية الجميلة كما أعتقد؟ بنشرح لكم تفاصيلها كاملة مع تجربتين معنا في الاستوديو، ممثلة في الأستاذة إلهام القحطاني والأستاذة إيمان المطيري، وأيضا معي على الهاتف الأستاذ خالد العريج وهو المدير التنفيذي لبناء الكفاءات وتطوير الأعمال في هيئة التخصصات الصحية. بستقبلوا معي على الهاتف، نأخذ الفكرة وبعدين أخذ تجارب الخريجات معنا. أستاذ خالد حياك الله معنا في أهلا. يا هلا سهلا، الله يحييك وشاكر لك أخي الدعوة الكريمة، الزملاء والزميلات جميعا. شكرا لك على دعوة البرنامج. خلنا نشرح فكرة الأكاديمية اليوم بشكل مختصر للمشاهدين والمشاهدات. جميل، اليوم الأكاديمية الصحية احنا نعمل على التدريب المهني الصحي. حلو. فناخذ الناس من بحر البطالة وعدم اللي ليس العراس العمل، ندخلهم برامج تأهيلية، برامج هذه التأهيلية تحولهم إلى ممارسين صحيين. فناخذ غير ممارسين، ندخلهم برامج تأهيلية، البرامج هذه تختلف نوعيتها وتختلف مدتها بين نظري وعملي، تنتهي بهم بتصنيف، التصنيف هذا هو اللي يأهلهم للوظيفة. برامج هذه كلها برامج تدريبية منتهية بالتوظيف. يا سلام، منتهية بالتوظيف، ركز لي عليها. طيب أقول لك على شكل مختصر أستاذ خالد، وقل لي إذا أنا تفكيري بالضبط ولا لا. الآن شخص تخرج من أي تخصص قريب من الطب مثلا، من الصحة مثلا، تمام، وما لقي وظيفة، يقدر يدخل الأكاديمية، أنتم تؤهلوا في مجال صحي، يصبح ممارس صحي، يخلص اختباراته وتدريبه، يتوظف، صح؟ بالضبط. الآن اللي يصير معانا الفئة المستهدفة بس مختلفة. الفئة المستهدفة خريجين كلية علوم، يدخل أول ما يبدأ البرنامج التدريبي يوقع عقد تدريبي منتهي بالتوظيف. الآن إحنا البرامج حقتنا مرتبطة باحتياج وظيفي، يمكن كانت التجارب السابقة وهذا اللي يخوننا كثير، المقارنة بالتجارب السابقة. تجربتنا هذه لا، لازم اي احد يبدا التدريب لازم وظيفته موجوده. فهو الان مسؤوليه المتدرب انه يخلص البرنامج ويخلص التصنيف واختبار، يعدي البرنامج واختبار التصنيف يحصل على وظيفه. فهو في اول يوم او اول اسبوع او اول مرحله يوقع عقد تدريبي منتهي بالتوظيف. يا سلام، هذا معناته انه انتم بحثتم الاحتياج الوظيفي وبناء عليه حطيتوا مقاعد في الاكاديميه. بالضبط. فاحنا اول سؤال نساله في اي برنامج تدريبي انه وش الاحتياج الوظيفي، بناء على الاحتياج الوظيفي نعكسه على برامج تدريبية ومقاعد تدريبية. طيب باختصار، مين اللي يتقدمون على الأكاديمية وكيف يتقدمون عليها لو حبوا؟ اليوم عندنا طبعا تقديم في الموقع، عندنا ha.edu.sa، هذا الموقع فيه البرامج كلها. حلو. برامج اللي يستهدف فيها خريجين كليات العلوم، هذا يمكن ثالث برنامج اليوم في رعاية مرضى هذا السنة. يعني البرنامج الأول كان الترميز الطبي، بعدين مساعد طبيب أسنان، الآن فني رعاية مرضى. فني رعاية مرضى من البرامج الواعدة بشكل كبير، نستهدف فيها أعداد كبيرة بشكل جدا كبير، نتكلم عن آلاف اليوم. الدفعة الأولى يعني ما عاد صرنا نتكلم عن آراء، ولا على آراء مؤسسات ولا آراء أشخاص، اليوم صرنا نتكلم عن حقائق. فاليوم الناس الموجودين عندك القطاع الخاص، القطاع العام بشكل كبير قاعد يدعم الجميع. نعم. اليوم أكبر تحديات كانت موجودة سابقا إيش يقولون؟ كانوا يقولوا قطاع التحدي الموجود يا عدم وجود كفاءة سعودية أو عدم شو اسمه استجابة القطاع الخاص. اليوم القطاع الخاص موجود عندك، الناس عندك في الاستوديو الآن اللي تخرجوا من البرنامج يصفون تجربتهم، والتجربة خير برهان. خريج العلوم فقط، ها؟ هذا الثلاث برامج اللي نتكلم عنها. عندنا برنامج الأمن الصحي تستهدف فيه خريجين كليات العلوم الإنسانية كلها بلا استثناء. خريجين كليات العلوم الإنسانية بمختلف تخصصاتها، بمختلفها تماما، كلها تماما، حتى التخصصات الأدبية منها، حتى التخصصات الأدبية التخصصات الشرعية كذلك كلها مستهدفة في برامج الأمن الصحي. برنامج الأمن الصحي، فاليوم احنا في برنامج الأمن الصحي حاولنا نوسع الفئة المستهدفة بحيث نستهدف غير خريجين كليات العلوم. اليوم حتى في برنامج فني رعاية المرضى الاشتراطات المطلوبة جدا منطقية، يعني لما نتكلم عن اختبار كفايات في اللغة الإنجليزية نتكلم عن درجة 52، نتكلم عن عدم وجود إعراس العمل، تخصصات موضحة بشكل واضح اللي أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، حيوية،
فبشكل واضح جدا يعني. شكرا لك استاذ خالد العريش، شكرا جزيلا، ورحب بضيفتي هنا في الاستوديو الاستاذه الهام القحطاني وهي خريجه كليه العلوم، حياك الله استاذه الهام، ورحب ايضا بالاستاذه ايمان المطيري، اهلا وسهلا. ببدا معك استاذه ايمان، حدثيني عن تجربتك، فكرتك، انت واحده من خريجات العلوم اللي استفدت من الاكاديميه. ايوه، يسعد مساء الجميع. احنا خريجات كليات العلوم، بكالوريوس فينا وفينا ماستر، حاولنا نبحث عن فرص وظيفيه، ما حصلنا، اغلبنا خريج 8 سنوات، انا 8 سنوات، غيري 10 12، فما كان لنا اي فرصه وظيفيه بنفس تخصصنا. طرحت هيئه التخصصات السعوديه برامج تاهيل كليات العلوم، كانت اكثر من برنامج، من ضمنها برنامج فني رعايه مرضى اللي التحقنا فيه انا والهام. التحقنا في البرنامج رعايه مرضى، فني رعايه مرضى. ايوه، كان له متطلبات، ان تكون مخرجه علوم، تكون سعوديه الجنسيه، معدل 3 لا يقل عن 3 من 5، كمان يكون درجة إنجليزي مطلوبة محددة. حلو. الحمد لله تم قبولنا، وقبلنا في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، درسنا في أكاديمية سليمان الحبيب، وكمان مع تعاقد مع جامعة الأميرة نورة، حيث أن يكون الجزء النظري والعملي مع الأكاديمية ومع الجامعة تحت إشراف هيئة التخصصات الصحية. طبعا أيوة، تحت من إشراف. أول ما دخلت الأكاديمية موقعين عقد الوظيفة. أيوة، من قبل ما نباشر. أنت تخرجت الآن ولا لسه؟ تخرجنا الحمد لله. متى تباشرين؟ ان شاء الله الاسبوع الجاي. ما شاء الله تبارك الله. اذا 8 سنوات العطاء البطاله، ان شاء الله ان شاء الله خير، بالتوفيق لك. الهام، تجربتك. تجربتي انا ممكن اقول انا من الناس المحظوظه، اللي صار لي يمكن 9 شهور الى 8 شهور من تخرجت، وبعدها التحقت على طول بالبرنامج اللي هو مباشره. اي، فاحس نفسي انه انا الحمد لله محظوظه في هالشيء، يعني ما انتظرت طويل. كانت تجربه حلوه، خصوصا انه اخذناها من اكثر من طرف، يعني من اكاديميه الدكتور سليمان الحبيب ومن جامعه الاميره نوره. أيه. برضو استفدنا من المعامل الموجوده عندهم، فكانت تجربه حلوه. يعني وانت تخرجتي ولا لسه؟ اي خلاص خلصنا الحمد لله. وبنفس الحكايه تباشرين بعد اسبوع. أيوة ان شاء الله. ما شاء الله، بالتوفيق. كم مده الدراسه ايمان؟ 12 شهر، سنه كامله. 9 شهور يكون تدريب نظري وعملي، و3 شهور امتياز. 3 شهور امتياز. وشو الامتياز عندهم؟ طريقته على طول في المستشفى ولا؟ ايوه، نكون في المستشفى. مستشفى الدكتور سليمان الحبيب ما قصر معنا، خلانا نشوف الاقسام كلها، تنويم، عنايه، طوارئ، عيادات، طبقنا في كل الاقسام. جميل. كلها، ومنها عرفنا بكره نتوظف اي قسم حابين ندخله. ممتاز. ساعدنا هذا الموضوع. طيب كلمينا شوي عن التخصص اللي دخلته الان، فني رعايه مرضى. اي، وش طبيعة عملكم بعدين؟ طبيعة عملنا هو مساعد لأخصائي التمريض اللي موجود في العيادة مثلا. يعني أنا وظيفتي أول قبل، يعني كان وظيفة الأخصائي التمريض أنه ينادي المريض، يعني ياخذ يعني ياخذ وقت طويل أنه على بال ما يدخل على الدكتور. بس حاليا لا، احنا نكون ناخذ علامات الحيوية للمريض، نجهز المريض، نساعد الأخصائي التمريض في تجهيز الأدوات اللي يحتاجها الدكتور، برضه ندخل في التعقيم، ممكن نساعد تعقيم الغرفة. جميل. طبيعة الدراسة والتدريب كيف تصفينها؟ عادية، صعبة، سهلة، ممكنة؟ أعطيني وصف كذا. شوف، هو أي شيء جديد خصوصا في سوق العمل، في المجال الصحي شوي صعب، إنه إحنا دراستنا ما كانت صحية، وما كانت حتى يعني أنا عن نفسي ما كانت باللغة الإنجليزية، كانت عربي، فواجهت صعوبة في البداية من ناحية اللغة، من ناحية المصطلحات، بس الحمد لله يعني مشينا تمام. وش كان تخصصك الهام؟ كان أحياء عام جامعة الأميرة. أحياء عام. إيمان، وش كان تخصصك؟ كيمياء تطبيقي. كيف سمعتي عن فكرة الأكاديمية وقدمتي عليها؟ اللي هي أصلا فكرة مطروحة من 3 سنوات من أكثر من برامج قديمة، اللي هي التعقيم وسحب دم ومكافحة عدوى، كنا نقدم وما كان يجي قبول، بس الحمد لله ضبط معي بالبرنامج فني رعاية مرضى. جميل. إلهام، نقلتوا هذه التجربة مثلا لزملائكم أو زميلاتكم اللي من نفس الكليات أو قريبين من هذا التخصص؟ إيه، يعني هو كان إعلان في تويتر. إيه، وشاركناه يعني في تويتر، وكل اللي شارك، يعني إحنا عندنا جروبات من أيام الجامعة وزي كذا، وبرضو بعد ما تخرجنا سوينا ثريد في تويتر، ممكن هو السبب اللي إحنا متواجدين فيه الحين، هو الثريد اللي سوته إيمان في تويتر. وش يعني كان يتكلم عن تكلمت عن البرنامج بشكل عام، كل الأشياء من بدايتها، من دخلنا البرنامج لين ما تخرجنا. إيه، وهذا كان محفز ودافع لناس كثر. بصراحة إيه، أنا ما توقعت إنه يجي ردود في تويتر كذا، يعني أنا الخاص عندي بتويتر ما لحقت أجاوب على أي أحد.
طيب. كان في اقبال كبير على البرنامج. جميل، لك فضل كل من يدخل ان شاء الله يتوفق في هذا الموضوع. كيف شفتي حجم الاقبال، الهام يعني عدد الملتحقين والملتحقات؟ والله كثير، يعني خصوصا بتويتر لما اقرا كثير، خصوصا ان الدفعه الاولى اللي قبلنا كانوا تقريبا 31 متدرب. دفعتكم، كلميني عن دفعتكم. كيف يعني من يعني حجم الاقبال، العدد كبير؟ اي نوعا ما عن الدفعه السابقه. اي يعني اقول لك الحين احنا 28 مجموعه سليمان الحبيب، او 88 في جميع المراكز الثانيه اللي هي من جامعه سعود. عظيم. طيب إيمان، بما أنه إلهام يعني ما شاء الله يعني في 8 و9 شهور بعد التخرج التحقت، أنت 8 سنوات، وش المجالات الوظيفية اللي كنت تقدمين عليها قبل؟ صراحة جربت أدرس في قطاعات خاصة في مدارس، جربنا ندخل خدمة عملاء، جربنا تقريبا مجالات كثيرة. بعدها يوم جاء البرنامج أنا حسيت أنه فرصة خلاص، أمان وظيفي يعني. صحيح. ودخلنا الحمد لله وتم القبول. من تجربة التعليم إلى الصحة. للصحة. الله يوفقك يا رب. إلهام، البيئة المحيطة فيك، يعني تحدث عن العائلة مثلا، كيف كان تفاعلهم مع الموضوع، تجاوبهم، قناعتهم وإيمانهم بهذه الفكرة؟ الحمد لله أنا أهلي كانوا مؤيدين لي لهالفكرة وساعدوني دائما، مع أنه ترى العائلة كلها مو قطاع صحي، يعني يمكن أنا وأخوي بس اللي في القطاع يعني الصحي. ليه أسألك تحديدا هذا السؤال؟ لأنه الشخص مثلا أول ما يتخرج 8 9 شهور يعني ينتظر شوية توظيف، يطمع. أنت على طول أخذت طريقك؟ ما كان على طول، يعني حاولت. عشان ما حاولت يعني أقدم على جهات، لكن نفس المشكلة أنه ما لكم مجال، أنتوا شهاداتكم مو مصنفة، يعني لا أنتوا تربويين ولا أنتوا صحيين. في أنكم تأخذين يعني سنة تربوية أو أنك تلتحقين بالهيئة. حلو. طيب بعد ما تخلصون التدريب في الأكاديمية تدخلوا اختبار هيئة التخصص الصحي؟ أيوه. تأخذوا تصنيف؟ أيوة دخلنا الاختبار تقريبا من شهر، أو الحمد لله اجتازوا فيه كل الدفعة. إيش اللي التصنيف اللي يعطونكم؟ فني رعاية مرضى بهذا المسمى. أيوه. كلكم؟ أيوه. كلنا. أيوه. بقية التخصصات الموجودة وش هي؟ اتوقع نفس مسمياتهم، فما عندي علم. الدفعه اللي معكم كلهم فني؟ كلنا، اللي احنا فني رعايه مرضى بيكون مسمانا فني رعايه مرضى. طيب وين كانت يعني اصعب مرحله في ال 12 شهر هذه؟ اصعب مرحله ممكن يعني اقول لك اللي هي بعد رجعتنا من بعد كورونا، ممكن هي كانت شوي صعبه، لانه انقطعنا فتره، درسنا اونلاين فتره، بعدين انقطعنا شهرين، بعدين رجعنا، وكان الوضع يعني تعرف في البداية كان خوف، وكنا مقسومين مجموعتين، مجموعة صباح مجموعة مساء، حتى كان الأغلب البنات أمهات وكانوا يعانون إنه وقت دوامنا يصادف وقت منصتي، فكان يعني ضغط نفسي كبير، بس الحمد لله عدت. إيمان، أتوقع مجرد توقع إنه فكرة اليوم العملي التدريبي الأول في المستشفى ممكن تكون هي التجربة ما أبغى أقول الأصعب بس الأكثر هما فعلا؟ أيوة، البداية دائما صعبة، أي شيء تواجه صعب. فكان مره بدايتنا صعبه، لان احنا بدينا نفس جائحه كوفيد، فكان الوضع جدا صعب، بس الحمد لله تعلمنا في البدايه نخطئ، وهذا تعلمنا الحمد لله. الان بعد التخرج كم الفتره اللي مفروض تنتظرونها؟ ننتظر النتيجه حقت ان نجحنا الحمد لله، نزلت الاسبوع اللي راح. حلو. وخلاص بعدها العقود ونبدا مباشره. طيب إلهام، العقود اللي تكون في البدايه يعني حتى لو ما قلتوا الارقام يعني، بس اتمنى تقولونها اذا ما فيها اشكال او حرج عشان نوضح للناس، موضح فيها كل بنود التوظيف؟ يعني اقصد المرتب، الاجازات، كل شيء واضح في البدايه ولا ايش؟ تبغى عقد التوظيف؟ اي احنا عقد التوظيف للحين لسه. اي بس انه اكيد راح يكون كل شيء موضح فيه، وراح نتناقش في الموضوع يعني. بس العقد التدريب، اذا تكلمني عن عقد التدريب، إيه كان كل شيء واضح. لا، انتم الحين لما تدخلوا لعقد التدريب انتم توقعوا على تدريب منتهي. أيوة بالتوظيف. ايوه، في سنه الزاميه محدد لكم ايش الوظيفه وين بتكون وايش. أيوة. مميزاتها ولا لا بس توظيف وخلاص؟ كان مكتوب انه الزاميه، سنه الزاميه. ايوه. بتكون في العيادات الخارجيه. ايوه، في نفس المستشفى اللي تدربنا فيه كذا من بدايه التدريب. ايوه، من اول يوم باشرنا فيه قبل السنه، يعني قبل ما نبدا. اي، وتناقشنا فيه قبل ما نوقع العقد. يا سلام، ممتاز جدا. أيوة. يعني كذا الامور يعني كل ما كانت واضحه الحمد لله. الاكاديميه الان الدراسه فيها مجانيه برسومها رمزيه عاليه، كيف؟ كانت مجانيه. أيوة. وفي دعم من الهيئه الاكاديميه الصحيه، الهيئه مكافاه 1000 ريال،
وفي كمان مكافأة من مستشفى الدكتور سليمان حبيب. معلش ناخذها واحدة واحدة. الآن أنتوا يعطونكم مكافأة 1000 ريال من مين؟ من الهيئة التخصصات الصحية. هيئة التخصصات الصحية تعطي كل ملتحق للبرنامج 1000 ريال. أيوه. والله شكرا لهيئة التخصصات الصحية. طيب وال ويعطونكم 1000 ريال المستشفى سليمان حبيب 3000. إيه أثناء فترة التدريب. أثناء فترة التدريب. يعني أثناء فترة التدريب أنتوا شهريا تستلموا 4000. أيوه. والتدريب مجاني. مجاني. وهذا نقيس عليه بقية المستشفيات. لا مو بشرط. يعني مثلا مستشفى سعود لا ما كانوا يستلمون، يستلمون بس 1000 الهيئة. اللي هو حق الهيئة. الحق الهيئة. يعني هي على حسب المستشفى. حلو. لكن التوظيف مضمون بعد التدريب. التوظيف مضمون. إيه هذه النقطة الأهم. خليني أنا سألتك عن المرحلة الأصعب الأجمل اليوم بعد كل هذه التجربة. يعني وش تنقولين للجالسين يسمعوننا اليوم؟ وش إذا في رسالة أخيرة بتقولينها؟ رسالة أخيرة. طبعاً في البداية أحب أوجه تحية لهيئة التخصصات الصحية أنها أتاحت لنا هالفرصة. وبرضو أشكر مستشفى دكتور سليمان الحبيب على الدعم اللي يعطونا إياه، برضو جامعة الأميرة نورة ما قصروا معنا، وبرضو أشكر الدكتور عوض العمري على الدعم اللي يعطينا إياه دائما، وأشكر زميلاتي معي بعد في البرنامج. يستاهلون الشكر وبالتوفيق لك إن شاء الله. شكرا إلهام لك. ولك مستقبل وظيفي موفق يا رب إن شاء الله. شكرا جزيلا عفوة. لك إيمان الكلمة الأخيرة عندك تغريدة صوتية كذا مختصرة. تمام. أشكر مستشفى الدكتور سليمان الحبيب خصوصا الدكتور بروف عوض العمري ما قصر معنا، كان هو مؤسسي البرنامج وأكثر إنسان حاربوه، لأن البرنامج في بعض الناس ما كانوا راغبين فيه لأن يقولون يدخل مجال التمريض و يعني ما كانوا مقتنعين بالفكرة، بس الحمد لله الحين تخرجنا وكانوا هم أول الناس الداعمين. الحمد لله. بالتوفيق لك ولك مستقبل وظيفي موفق. شكرا إيمان. شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا. فكرة خلاقة جميلة وتفتح نافذة حل واسع جدا في مجال التوظيف. شكرا للهيئة السعودية للتخصصات الصحية وبالتوفيق للجميع. هذه كانت فقرتنا الأخيرة في حلقة هذا المساء من يا هلا. غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل. أصبحوا على خير.